بتعمل ايه هنا يا بلاقى برزي مع المعلم هنجي وامان عليك اسطى ما تقول لابويا سبت المدرسه اه يا ابني الكاسم خد يا خد خلاص خد خلاص خد بقول خلص المصلحه دي وتروح عايزك ترجع المدرسه لو عايز حاجه خدها مني انا فاهم السلام عليكم اهلا 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 السلام ورحمه الله انا لسه كنت اكلمك في المخزن ولقيتني ها لقيتني في المخزن لا لا ما لسكش وانا عارف ان انت طول النهار بره طب بقول لك ها طالما بتظبط بقى الفواتير سوي لنا معاك الكام فاتوره دول والنبي عينيا ايه ده ايه انت بتتعامل مع الواد انور بتاع الايسيات من ورايا مش في اتفاق بيني وبينك ولا ايه يا معلم ما تقلقش ده احنا بناكل لقمه عيش سوا وبيننا شغل وبعدين الواد بياخد الفلوس ويدي الفواتير لا بيسال الايسيات فين ولا لمين ولا ازاي وكان الله بالسر عليه ما تخافش يا معلم خلي بالك انا دافعهم من جيبي ها ايه من جيبي دافعهم من جيبي ايه من جيبي من جيبي ما ايه قاعد تقول كتير ليه هو انا كده الحاجه لما تطلع من جيبي احب افكر نفسي بيها يا سيادة مش قصدي انك منمل يعني على الفلوس ولا اي حاجه حبيبي والله العظيم ده انت غريب يا اخي ورحمه الله يا حبيبي يا سيدي المعلم اسمع يا عم اتفضل يا سيدي دول ايه جواهم 1000 وعليهم 1000 وعليهم 500 مية مية وانا وانت بتطقطني ولا ايه لا كده ما ينفعش الله قول لي ليه ما ينفعش ايه انت قول لي انا ليه ما ينفعش ليه ما ينفعش لان الحته بسبعة اضرب في 500 بقى كام ها كام انا بحسب 35 قدامهم صفرين انما عارف انا بقى ومصلحتي 5 جنيه في الحته ها عارف لو انت بتعمل مصلحه من ورايا مع الواد اللي اسمه انور بتاع الايسيهات ده والله العظيم هزعل هزعل منك بجد وبعدين دي بقى دي بتهب دي بتهب بجد ولو هبت هتهب فيك وتهب فيا وتهب علينا كلنا يا معلم انت مش بتثق فيا ايه انت بتثق فيا مش ساعات يعني انا عايزك بقى تثق فيا على طول ماشي وين سيبك الفلوس اخر حاجه ما كانش معاك خلي عنك خالص يا سلام وربنا الاربعه اللي عندك دول يزيد يا سلام والله العظيم لا انت بتبقاش يا شباب 4000 جنيه بش عليا انت معلم ده انت كبير السوق اتفضل يا عم 2 في 2 تمام ادي ال 4000 تمام 100 100 بس انا عاوز اطلب منك طلب اتفضل ال 200 حته اللي عندك انت ما تعرفش الناس عامله فيا ايه التليفون ده ما بيبطلش خلصني بقى معلم ما تقلقش وربنا هيخلصهم لك في ميعاد ومقابل الميعاد بس انت قول يا باسط ماشي انا اتوكل على الله امرني بحاجه الله يكرمك والنبي لا حبيبي انت حبيبي انت عارف ايه في ايه في ايه يا زيزو مالك يا معلم ايه مالي في ايه وشك اصفر ايه وشك اصفر التيشيرت لا وشك اصفر وش هنا ليمونه يا راجل وربنا قد اللقمه انا من الصبح عايز اقول لك بس قلقان عليك يا ساتر يا رب ده من ايه ده انت واكل ايه؟ فول ببيض فول ببيض؟ اه ايه في ايه؟ يعني الحاجة كان عندها السكر؟ كان عندها ايه في ايه؟ ريقك ده بينشف؟ شوية كده ساعات طب بالنسبة لدورة الماية بتلح معاك كتير؟ ماشي بقى لي يومين كده ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ليك أخ في الكويت؟ ها؟ ليك أخ أنت في الكويت؟ ممدوح ممدوح في الكويت؟ اه ايه حصل له حاجه؟ يجي بالسلامة يا ريس يا ابن المجنونة ما تخلص كده يا بركة ماشي الناس دي خلص يا بركة عشان كده الدنيا زحمة مش هنلحق خلص يلا يا حبيبي هات الشركة اللي عندك ده يلا زيزو يا سيدي المعلمين استنى طلبك جاهز يا غالي ربنا يبارك في حالك عمر يا حبيبي بقول لك ايه معرفش عم لطفي قافل المحل ليه دلوقتي؟ عمك لطفي طب اقول لك ولا تقول عليا بشنع؟ يا عم قول انجز مش هتغنيها انت الولا صالح ابني
عامل لبش مع البنت هلا اللي ساكنه فيها. لبش ازاي يعني؟ مش فاهم. لبش على الاخر يا عم، يعني كده وكده والدنيا بايظه خالص، وشكلها كده هترسم الست احسان اختها هتبلغ الحكومه. حصلت؟ امال يا عم، امال انا بقول ايه من الصبح يا بركه؟ عمك لطفي بقى ربنا يكون في عونه. من الجامع على البيت عدل، ماشي مدبدل ودانه يا اخويا كانه كبر 30 سنه. طب الواد صالح عامل ايه طيب؟ الواد صالح بلغ فرار يا اسطى، بلغ فرار وسافر على بره بعد ما غرز الراجل حته مهموس. بس ايه؟ ربنا يهديه بقى، ما هو ربك بيطلع من دار العالم في الاسر. انت عرفت منين الكلام ده كله؟ عربيه كشاكيل وكراريس بتيجي لعمك لطفي. الولد صالح المفروض يطلع عند اهله عشان يحاسب. مكسل يا اخويا، طلعت عشان اندق عليه بخبط سمعت بترسهم يا معلم ونازله في تهديد. انا بصراحه اتحركت ونزلت على طول. بس وحيت ابوك يا شيخ، ما تجيبش سيره لحد من قدامك. لا ما تخافش. شاكرين يا ريس. ايه وحش؟ زي الفل. حبيبي. شاكرين. انت تؤمر يا زيزو. اروي إيه قلبك يا عطشان. مع الف سلامه يا ناسي مريم. الله يسلمك يا دكتور، والف الف شكر انك وصلتني بعربيتك. ما تقوليش كده، انت عارفه ان انا في الخدمه دايما، وبكره احاول تيجي بدري على قد ما تقدر. حاضر باذن الله. ميرسي على الحاجه الساعه، الف شكر. لا العفو على ايه، ده انت اللي عازمني. مع الف سلامه. سلام. مع السلامه. خدي هاتي الرهن. ده ايه؟ طائي. الدكتور اللي بيشتغل عنده كان بيوصلني بعربيته يا زيزو. يوصلك بعربيته؟ اه. وكمان جايبه له سفن. كورنيش المعادي يا روح امك، كورنيش المعادي. امال انت بتغير عليا ولا ايه يا زيزو؟ قول لي انت بتغير عليا يا زيزو؟ قول لي. لا قدامي. طب عليا ان انا بتغير عليا. هي حصلت ركوب عربيات مع رجاله غرب. طب اوعى كده لو ما مشيتش كده هتعمل ايه؟ قدامي. اوعى. كسر دماغي. اوعى يا لهوي يا لهوي. فاكر نفسك مالكيش كبير يا بنت؟ فاكر نفسك مالكيش كبير؟ ده انا اتبحك اتبحك. يا ولد. ايه ده ايه ده يا زيزو؟ اهدى يا جماعه. يا ولد يا خالتي هو بيغير عليا، هو بيغير عليا. اهدى بس بالله وفهمني هعمل ايه بالظبط يا زيزو؟ بيغير عليك ايه يا بنت المهفوفه؟ استهدوا بالله يا جماعه وتفهمونا في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، كل ده عشان خاطر انا ماليش حد في الدنيا، فقال ايه بقى؟ عايز يعمل لي فيها راجل. اقعدي ساكته انت خالص بس. اهدى بقى كده يا جماعه بالراحه وفهمونا ايه اللي حصل. الهانم قال جايه راكبه مع الدكتور اللي بتشتغل عنده، وقال ايه بيوصلني. يا ولد وايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ها؟ بيوصلني بعربيته يا زيزو ها؟ بعربيته. حد يعمل كده يا بنت يا محفوفة انت؟ وفيها ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ وبعد ياخد بنتي من قدام. بس اهدى بس. وادع من قدام انا مكسرة. حاضر اهدى بس. وحياة امك لو شفتك بتعملي كده تاني هيكون اخر يوم في عمرك وعمره. بس شفتي ابتدى هو يغير عليا. لا كان جاي دماغه رايقه، هتنلت عليا وفوار الدم بنت اللذينه. معلش يا بنت مهبوشه انا واد بالك، فرحنا وبسطنا معاك. هدايا؟ هدايا هدايا. مالك ناقر ليه كده؟ ما تهدى. خد يا عم، ايه رايك؟ ايه ده؟ طب انا عندي اللون ده يا حبيبي. لا لا خلاص خلاص هدية. تسلم لي يا اخويا، ربنا يخليك يا ابني. بص بقى دي على جزمة سامي تاوعى. الله يا حلاوة، ده القماش باين عليه غالية يا زيزو. ما غاليش عليك يا بنت انت يعني. تعيش في الدنيا يا ابني. ايه؟ مستنية انت ها؟ لا والله دخلتك علينا بالدنيا يا عبد العزيز. يا بيت؟ البيت كان عفش من غير. ماشي. يا 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 ايه ده؟ ما عايزاش يا عبد العزيز. يا بنت خدي خش قيس. الممثلين ده بنطلون. ما انت البسي تحت الجلابيه. لا لا ما عايزهاش. ماشي خلاص، انا كنت جايبه لامي اصلا. خد يلا هات ده. يا بنت خد، يا بنت يا بنت خد، هم الممثلين احسن منك يا بنت. ما انت خالي ما اقدرش. يلا خش يا فراس. خش بقى. خد يا بنت. يا بنت مهبول معلش معلش. طبعا ما هي مراتك ولازم تجيب لها الكاني والمال. لا على الورق بس. طب يا اخويا جالك جواب من الصعيد. جد فضل مات؟ عيب يا واد الكلام ده، حد يقول كده برضه؟ ما هم هيبعتوا جواب ليه يعني؟ ما لازم يكون مات او في حد مات. هو ده يا معلم 100 100. ده مش 100 100، ده 1000 1000. ربنا يخليك وتعيش وتجيب بقى الجزمه او الكوتشي عشان بس الطعم يكمل. ده انا اجيب لك الدنيا دي كلها. ده حقك يا حمار. كده انت بقى تخش الكليه برنس. ولا ايه النظام؟ لا الكلية دي ما تقلقش منها خالص، الامتحانات قربت وانا نازل دح.
بس انت فهمني حاجه واحده بس، انت الفلوس دي جت لك منين؟ مفيش، عملت مصلحه كده وربنا كرم بيرشين. ولما ربنا يكرم تقوم تبعزقهم في الهوا كده يا ابني. جرايه يا عمه بس، هو انا لما اجيب لامي هديه ابقى بعزق في الهوا؟ ربنا يخليك ليا يا ابني، ما يحرمنيش منك. فين يا اشجان الجواب اللي جاب البلد؟ صلى على النبي. وسقف الاوضه بيلعب ليه؟ علشان اشجان ماشي عليه. تعالي تعالي. السلام عليك يا زيزو يا برنس. لو المقاسات ايه على الشعره؟ مين اللي جاب لك الحاجات الحلوه دي؟ الكذب يا عايز بقى ايه؟ بص تشيلي ده. ايوه ما تخافيش ما تخافيش. ايوه اللهم صل على النبي. قمر نجفة. فين الجواب يا بنت يا اشجان؟ فوت انت كبرت حالي من حكايه الجواب دي. جدي فضلي بيسلم عليك يا عبد العزيز. شو مكسوفه تقولي له بعتوا له قسيمه الجواز ولا ايه؟ جواز مين يا عم؟ جوازك يا ولا. انا؟ ايوه انت. اه جواز. تصدقي كنت ناسي. اتك علي يا عبد العزيز والنبي ما تسكت. خلاص بقى انت مكبره الموضوع ليه؟ خلي القسيمه معاكي. انت هتلبس رايح فين؟ ده انت لسه جاي يا ابني. عندي مصلحه كده اما افتكرتها اروح اقضيها صد رد يعني. طب بتقعد تاكل لك لقمه الاول. دي اشجان عامله محشي كرنب هتاكل صوابعك وراه والله. كرنب؟ اه كرنب. خلاص اغرفيه. اه تبقى.